تواصل الحكومة إسناد الجهات الرقابية لمكافحة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، يأتي هذا في ظل تصاعد بحجم الأموال المنهوبة. بخطأ متقاربة يستمر الحراك الحكومي تجاه ملف مكافحة الفساد وملاحقة الأموال المنهوبة من خلال إسناد الجهات الرقابية. حراك ترى فيه لجنة النزاهة النيابية حاجة إلى خطوات مضاعفة توازي حجم الفساد المستشري في أغلب مفاصل الدولة والتوسعة في فتح الملفات، فضلا عن أهمية تفعيل الأدوار للمؤسسات الرقابية. يعني إجراءات لا بأس بها، لكن تحتاج إلى المزيد، تحتاج إلى المزيد من العمل، تحتاج إلى المزيد من التحقيقات، تحتاج إلى أن يكون هناك تفاعل مع هيئة النزاهة، إكمال الأمور، ديوان الرقابة المالية، متابعة يعني خروج المفتشين العموميين كان خطأ ارتكبتها الحكومات السابقة، واليوم جميع يعلم أنه نسبة الفساد زادت في دوائر الدولة، ويعني هناك عصابات منظمة للفساد. ويتصاعد حجم الأرقام في إحصائيات الأموال المختلسة أو المهربة لما يفوق 450 مليار دولار منذ عام 2003، وحتى الآن لم يتجاوز حجم المسترجع منها قيمة 20% بحسب بيانات هيئة النزاهة النيابية. مراقبون بيّنوا صعوبة بالغة في استرداد هذه الأموال نتيجة لتعدد الاتجاهات الموزعة عليها. كل الأموال التي تم استرجاعها لا تساوي 10% من حجم الأموال التي نهبت، باعتبار أن هنالك يعني الكثير من الأطراف وأغلب هؤلاء خارج البلاد، وأيضا الكثير من هذه الأموال تم يعني إخراجها خارج البلاد، وأعتقد أنه من الصعوبة بمكان على الحكومة وعلى القضاء استرجاع هذه الأموال. وفي خضم مستجدات فتح ملفات الفساد، أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن رصد هدر بالمال العام في صفقة تجهيز المواطنين بمادة الطحين، فضلا عن وجود شبهات فساد بقرابة 400 مليار دينار في تجهيز السلة الغذائية. وكان للغطاء السياسي خلال الفترة الماضية الأثر البارز بتصفير أو تغييب عدد من ملفات الفساد، لذا يطالب ناشطون الجهات الرقابية بعدم الانصياع لمثل هكذا ضغوط. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.